سعيد وبأي حال يعود؟ هكذا يبدو لسان حال اليمنيين وهم يعيشون أجواء أول أيام عيد الفطر المبارك بفرح مخنوق بصراخ الميليشيا في عيد تتقاسمه الحرب وجول الأسعار وضيق الحال. يحتفل اليمنيون بعيدهم رغم كل شيء، يحرصون على توزيع مباهج العيد فيما بينهم لتجاوز مربعات الألم التي أحاطت بهم من كل جانب، ويبدون رغبة كبيرة في تدوين يوميات الفرح والتكافل والتراحم فيما بينهم، خصوصا في هذه اللحظات العيدية التي لا يغيب عنها الألم. من الحديدة إلى تعز ومنها إلى الضالع، فلحج وعدن وحضرموت وغيرها من المدن التي ترتفع فيها تكبيرات العيد ويتقاطر الناس لأماكن الصلاة ولقاء الأحبة. أبناء مدينة تعز يخرجون اليوم ليحتفلوا بمناسبة عيد الفطر المبارك، ليأكدوا الجميع أنهم مشاريع حياة وليسوا مشاريع موت. هؤلاء يؤكدوا للجميع أن القادم هو قادم بناء وليس قادم حرب. يرسم ملامح عيدهم ويمارس تفاصيله وطقوسه الجميلة التي تضج بها بهجة الأطفال والزيارات بين الأسر، ليتجاوزوا واقعهم المؤلم الذي فرضته الميليشيا على اليمن بأكمله، لكنه فرح مخضوب بأجواء الحصار وتداعيات الحرب. بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من الأطفال ما زالوا أصيبوا في هذه الحرب ويعانون من إعاقة دائمة، وهذا انتزع منهم هذه الفرحة. وهناك كثير من الأطفال والأسر التي توفى عنهم العائل والأب والأخ، فهم اليوم يعيشون في مساحة من الفقدان الكبير. لكن أعياد بعضهم لا تزال مجروحة وتشهد حالة من الصدمة المؤلمة التي رسمتها الميليشيا بقذائفها على أجسادهم وخضبت الدماء بالحناء دون رحمة. يغيب وجه العيد عن ملامح هذه الطفلة التي كانت شاهدة على مجزرة الأطفال في مأرب التي ارتكبتها الميليشيا قبل صبيحة العيد، وراح ضحيتها 7 أطفال وجرح آخرون. عيد وبأي حال يعود إذن، وحال اليمنيين ليس كما ينبغي بعد أن سرقت الميليشيا أفراحهم وأعيادهم كما سرقت حياتهم وقوتهم.